حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، جامعة بريتش كولومبيا قامت بسلسلة من الدراسات، كانت من نتائج هذه الدراسات أنهم وجدوا أن الدين أو الإيمان بالله ضروري جدا لاستمرار الحياة على ظهر الأرض، وأن البشر من دون دين سينقرضون. طبعا هذه دراسة علمية أيها الأحبة، تناقض أقوال الملحدين. الملحدين يقولون إن الإنسان اخترع الدين والأفضل أن يتخلى عنه. الدراسة العلمية وجدت أن الدين هو الذي يجمع الناس، هو الذي يشكل، يساعد الإنسان على العيش في جماعات، وإلا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده مثل العنكبوت مثلا، سينقرض. الإنسان يحتاج إلى رعاية واهتمام، وأن يكون له جماعة يعيش فيها من أجل الحماية وأسباب الرزق وغير ذلك كثير. طب كيف يقول الملحدون الدين دخيل على البشرية؟ طيب دعوني أقرأ معكم أيها الأحبة ما تقوله هذه الجامعة. طبعا هذه جامعة علمانية، يعني هي تدرس ظاهرة تعتبرها ظاهرة الدين، تريد أن تعلم كيف نشأ هذا الدين. تقول نشأ مع البشر ووجد مع الناس. من غير المنطقي أن نقول إن الإنسان نشأ واستمر آلاف السنين من دون دين ثم فجأة جاء الدين. هذا الكلام يناقض هذه الدراسة أيها الأحبة. تقول الدراسة إن الدين كان ولا يزال ضرورة لبقاء الإنسان، ويقصدون بالدين أي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يزال ضرورة لبقاء البشر ضمن إطارات مجتمعية منظمة. طبعا هذه النتيجة وصلوا إليها بعد مراقبة أحوال مجموعة من الملحدين ومجموعة من المؤمنين والمقارنة بينهما. وجدوا أن الانتحار يكثر في البيئة الإلحادية، الجريمة تكثر في البيئة الإلحادية، بينما البيئة المؤمنة تقل فيها نسبة الجريمة ويقل فيها الإلحاد وتزدهر أكثر، يعني فيها إنتاجية أعلى. وبالتالي هذا دليل مادي ملموس على أن الدين نشأ مع البشر، مع سيدنا آدم عليه السلام. طيب الدراسة أيها الأحبة تقول إن الإيمان بوجود خالق للكون يساعد الإنسان على حياة اجتماعية أفضل. طيب أيها الملحدون، أنا فقط أدعوكم لإعمال لغة العقل ولغة المنطق ولغة العلم. أنت عندما تنزع الدين من الشخص ماذا فعلت؟ أولا دمرت لديه الأمل، وتدمير الأمل يؤدي للانتحار، لأن السبب الرئيسي للانتحار هو اليأس. لا يوجد إنسان متفائل يمكن أن يقدم على الانتحار، والأمم المتحدة تخبرنا أنه في كل عام أو في كل يوم هناك أكثر من 2000 شخص يموتون منتحرين، كل يوم 2000 شخص على مستوى العالم، معظمهم من الملحدين. طبعا الملحد يرفض هذا الكلام ويقول لك لا يوجد دليل علمي لديكم، نحن عرضنا دراسة أمريكية تؤكد هذا الكلام موجود على موقعنا. جامعة بريتش كولومبيا تؤكد أن الإيمان ساعد الناس عبر آلاف السنين على علاج اليأس والاكتئاب، وأن الإيمان يجعل الإنسان كريما
ومحبا لمساعدة الآخرين لأنه ينتظر المكافأة من الله. وإلا الملحد عندما يفقد الإيمان، ما الذي يدفعه لمساعدة الآخرين؟ لا شيء سوى الحصول على سمعة طيبة والظهور بمظهر مثلا أنه يساعد الناس، وهذا الأمر ليس قوة محركة مثل الإيمان. الإيمان قوة محركة للإنسان تدفعه لفعل الخير. الإيمان يجعل الإنسان يؤثر الآخرين على نفسه، يضحي بنفسه من أجل الآخرين. طبعا هذه الدراسة أيها الأحبة، نحن نتحدث حقائق علمية. للأسف الملحدون يأتون من دون أي مصدر علمي. أنا أتحدى أي ملحد أن ينقض هذه الدراسة أو أن يثبت لنا أن الإلحاد مفيد في إعطاء الإنسان طاقة محركة لأعمال البر والخير والتسامح والصبر على الظلم. أتحدى، لا يوجد دراسة بهذا الشكل. كل الدراسات العلمية التي درست الإلحاد والإيمان تقول الإيمان أفضل ولا توجد دراسة واحدة تقول إن الإلحاد أفضل من الإيمان. على فكرة أقصد دراسة علمية ليس مجرد كلام، ولكن للأسف الملحد يجلس ويتكلم هكذا من دون أي دليل. حتى ريتشارد داوكنز عندما وضع كتاب وهم الإله، اطلعت على هذا الكتاب أيها الأحبة، لم يأتي بإثبات علمي على كلامه ولا إثبات علمي واحد. كل المراجع التي اعتمد عليها تتعلق بأمور علم الأحياء، البيولوجيا، نظرية التطور بعض الكائنات. أما عندما يقول مثلا ريتشارد داوكنز إن الدين هو مصدر الشرور مثلا، أين الإثبات العلمي؟ لا يوجد. هذا كلامه هو، هو يعتقد ذلك. الدراسة العلمية تقول عكس ذلك، وبالتالي أنا كإنسان عاقل ومنطقي لا أستطيع أن أصدق شخص يتكلم من عقله ومن دماغه وأترك دراسات علمية أفنى العلماء حياتهم فيها وقدموا إثباتات مادية بالإحصائيات والأرقام. لا أستطيع أن أتجاهل هذه الدراسات وأذهب إلى إنسان يقول الدين مصدر الشر، الدين فيروس، الدين كذا، يعني كلام كما كلام مسترسل. أنا أستطيع أن أخرج وأقول الإلحاد شر، الإلحاد كذا، أين الدليل؟ يجب أن أحضر دليلا على ذلك. أنا عندما قلت الإلحاد يدمر البشر جئت بدليل من دراسة أمريكية منشورة على موقعي تؤكد أن أكثر الذين يقدمون على الانتحار هم من الملحدين تحديدا. وأثبتنا في عشرات الدراسات أن الإلحاد يؤدي إلى الاكتئاب، وأن الإلحاد يقتل الأمل لدى الإنسان المظلوم، الإنسان المظلوم في الدنيا. وكل إنسان لابد أن يتعرض لنوع من الظلم من زوجته أحيانا، من ابنه، من جاره، من صديقه، لابد. يعني الحياة عبارة عن كتلة من التجارب. فعندما نجد أيها الأحبة أن الدراسة العلمية الإحصائية تقول لك إن الملحدين مثلا لا يتماثلون للشفاء مثل المؤمنين، وهذه دراسة علمية. طب يأتي ملحد يقول لك لا أنا أنكر هذه الدراسة، هو ينكر لغة العلم. لذلك نجد أن الملحدين لا يستطيعون تقديم إثباتات مادية. انظروا إلى الفيديوهات التي يصنعونها لا تجد توثيق علمي أبدا، لأنه بمجرد أن لجأ إلى العلم ستسقط نظريته الإلحادية، وبالتالي نجد كلام مسترسل فقط لا أكثر ولا أقل. وإذا أرادوا أن يطعنوا بالإسلام يأتوك بأحداث من نشرات الأخبار،
ومن الإعلام الغربي مثلا، لا يأتيك بحقائق أو دراسات أو إحصائيات ملموسة. أحبتي في الله، هذه الدراسة كما يقول الباحثون استمرت 30 سنة، وتم مراقبة مئات الحالات خلالها، واستنتج الباحثون أن الناس الدينيين المتدينين، يعني الذين يؤمنون بالله بغض النظر عن الدين، أحبتي في الله، أنا قلت وأقول دائما أن تتبع أي دين أفضل من أن تكون ملحدا. أي دين اتبعه حتى البوذية أفضل من أن تكون ملحدا، يعني بعض الشر أهون من بعض. يقولون إن الناس المتدينين أكثر قابلية للاندماج في مجتمعاتهم، وهذا يساعد على التطور والبناء والحضارة والازدهار. وإلا إذا انعزل كل إنسان واكتئب وكثر الانتحار ستدمر البشرية يفني بعضها بعضا وتنتهي، ينقرض البشر. فالبروفيسور نورين زاين من قسم علم النفس في الجامعة التي ذكرناها قال: أردنا أن نكتشف الدليل العلمي على تأثير الدين على سلوك الناس. انظروا أيها الأحبة، عندما يتحدث العالم يتحدث بشكل مجرد، على عكس الملحد، وبخاصة الذين تجدونهم يملؤون الإنترنت كلام كلام كلام، مجرد كلام. ليس هناك أي إثبات. حتى عندما أرادوا أن ينتقدوا الإسلام يأتون بروايات تاريخية لا أساس لها، يعني ويقول ويعتبرونها حقائق. هذا البروفيسور يقول: أردنا أن نكتشف الدليل العلمي على تأثير الدين على سلوك الإنسان، فوجدنا أن الدين ساعد الإنسان على البقاء ضمن مجموعات، وبدونه ربما أوشك الإنسان على الانقراض في فترة من الفترات. إذن الدين مهم لاستمرارك أيها الإنسان على هذه الأرض. فكيف تقولون إن الدين جاء بعد خلق البشر؟ لا يمكن للإنسان أن يستمر أصلا من دون دين، فالدين موجود مع الإنسان. والدراسة التي تحدثنا عنها الخاصة بجامعة أكسفورد، والتي تقول، موجودة على موقعنا، والتي تقول إن الإنسان يخلق وهو مبرمج على الإيمان بوجود خالق للكون، موجود في جيناتنا هذا الكلام أيها الأحبة، موجود في تصميمنا، تصميم الإنسان مبرمج ليؤمن بالله، مهيأ ليؤمن بالله. فإذا لا تقول لي الملحد الفلاني يقول إن الدين أصل الشرور ويمشي، أين الإثبات العلمي؟ لا يوجد. نحن نقدم هنا إثباتات علمية أيها الأحبة. هذه الدراسة وجدت أن الدين والإيمان بالله يزيد الثقة بالآخرين، ويخفض القلق، ويمنع الإنسان من الغش. تحدثنا عن دراسة أيضا أتوقع أو أظن لجامعة أوريغون، وهي جامعة علمية بحتة، يعني وجدت أن البيئة التي ينتشر فيها مفهوم الإيمان بجهنم تقل فيها نسبة الجريمة. ما علاقة الإيمان بجهنم بانخفاض نسبة الجريمة؟ والبيئة الإلحادية التي تنكر البعث وتنكر يوم القيامة تكثر فيها الجريمة. وأنا أتحدى أي ملحد أن ينكر هذه الدراسة أو يقدم دليلا عكسيا، دليل معاكس، لا يستطيع أيها الأحبة. من أين سيأتي؟ إذا جئنا بأي بيئة إلحادية الآن ليس فيها دين، انظروا وضع الناس فيها. ومن يقول لكم إن العلماء معظمهم ملحدين هذا لا يفقه شيئا في العلم. أثبتنا أيضا في دراسة تحدثنا عنها أن
معظم أكثر من 70% من العلماء الذين حصلوا على جائزة نوبل وغيرها هم يؤمنون بوجود إله للكون بغض النظر عن دينهم. نحن نتحدث الآن بين الإيمان والإلحاد. الباحث يقول: لقد لعب الدين دورا حيويا في نشوء المجتمعات الإنسانية وضمن استمرار هذه المجتمعات. طيب أنت تريد أن تنزع الدين أيها الملحد لتدمر هذا المجتمع؟ ما الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ الدين ضروري لمواجهة مختلف التهديدات. هذا الكلام أيضا لجامعة بريتش كولومبيا. إن الإيمان بالله يجعل الإنسان أكثر سعادة وأكثر تفاؤلا وأكثر تقبلا لفكرة الموت. هذا مريح للنفس. إذا عاش الإنسان حياته يخاف من الموت لأنه بعدها مجهول، ستكون حياته سعيدة. بينما الإنسان المتدين المتفائل الذي يريد أن يعيش حياة مطمئنة يجب عليه أن يؤمن بالله. طيب هذه الحقيقة أنبأ عنها القرآن أيها الأحبة. ماذا قال سبحانه وتعالى في سورة النحل؟ اقرأوا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. لا يوجد تفرقة هنا، ذكر أو أنثى، وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن الإيمان بالله ضروري، لا يكفي العمل الصالح. تقول أنا أعمل، لا، يجب الإيمان شرط أساسي. ما هي النتيجة؟ هناك نتيجتان. النتيجة الأولى على مستوى الدنيا والثانية على مستوى الآخرة: فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا. الحياة الطيبة حياة مستقرة آمنة مليئة بالسعادة. وفي الآخرة ماذا؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان الله. إذن ما يقوله العلم الحديث اليوم أن الإيمان بالله يساعد الإنسان على الاستقرار والسعادة والحياة المطمئنة أكده القرآن قبل 1400 سنة. إذن لماذا نرفض تعاليم القرآن؟ لماذا نرفض الإيمان الذي يضمن لنا السعادة أيها الأحبة والحياة المطمئنة؟ لذلك نجد أن الإنسان المؤمن أكثر اطمئنانا من الملحد، وأكثر قدرة على التماثل للشفاء من الملحد. وفي أمراض السرطان والعلاج الكيميائي المؤمن يستجيب للعلاج أكثر من الملحد، لأن لديه أمل بالله سبحانه وتعالى ولديه إيمان بخالق لهذا الكون. لذلك والله أيها الأحبة لا نملك إلا أن نحمد الله على نعمة الإيمان ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.